بعض الناس بتقول إن الفنون جنون، لكن الحقيقة الفنون ممكن توصل لأقصى درجات الإبداع. داليا حسني فتاة مصرية احترفت الرسم بالأكل بدل ما تستخدم الفرشة والألوان. خلونا نعرف منها تفاصيل أكتر، ليه بترسم بالأكل؟ يفرق إيه الرسم بالأكل عن الرسم بالفرشة والألوان؟ معانا الفنانة داليا حسني تنضم إلينا عبر زوم. مساء الخير يا داليا. مساء النور عليك يا دينا، على مشاهدي قناة اون. خليني أسألك في الأول، ليه أصلاً فكرتي وحبيتي إنك ترسمي بالأكل؟ هو أنا أصلاً من البداية كنت برسم الرسم العادي، لكن أنا حبيت أرسم بالأكل لأن بدأت أحس إن الناس شايفة إن الفن صعب، شايفة إن هو لازم يكون في المعارض بس، شايفة إن هو مش في حياتنا اليومية، فبدأت أحس لأ، أنا حابة الفن يدخل جوه كل بيت، لأن الفن إحساس أصلاً. يعني حابة إن ده يدخل عند إن أنت تشوفي في بيتك حاجات جديدة، تشوفي في بيتك الرسومات، ما يبقاش بس الحاجات التقليدية إن أو اللوحات العادية، لأ أنا حابة ده يدخل من جوه أي بيت. فعشان كده اخترت ان انا خامات من المطبخ، يعني اكيد ما فيش اي حد في البيت ما عندوش الخامات اللي يقدر يستعمل الاكل حتى لو حاجات بسيطة، فبدأت فعلا استخدم الرسم بالاكل وفعلا الناس حبيته قوي، طب لكن الأول بدأتي فبدأت الرسم ان انا حبيت العادي، ان يعني انا اطور أنت ده اكتر. دارسة الرسم ولا دي موهبة بدأتي تنميها مع الوقت؟ لا انا كنت اصلا طفله كده بحب يعني ارسم قوي، كنت تقدري تقولي شقيه، بس شقاوه عقليه، يعني احب استخدم الورق كتير، استخدم الحاجات من حواليا وحابه اطور فيها قوي، فكنت دايما برسم من وانا صغيره، وكان اهلي بيلاحظوا قوي ان انا عندي حاجه ممكن تكون مختلفه وممكن هتخليني في وقت من الاوقات اطورها اكتر، فشجعوني على ده، وفعلا انا بدات يعني اطور في افكار الرسم بتاعتي يمكن في سن صغير شويه، فده اللي خلاني في المرحله دي حبيت ان انا اطور فكره الرسم، لان انا مؤمنه ان اي فكره ناجحه مش بتقف عند نقطه، لا انا ببقى حابه اطورها، وعشان كده برضو اخترت في الرسم بالاكل ان انا اطوره، يعني ما خلوش يقف عند نقطه واحده ان هي تتعمل على طبق بس وتتاكل، لا خالص، انا كنت حابه ان هي تتطور اكتر وانها كمان تدخل معارض وان احنا نقدر ودخلتي نحتفظ معارض بيها، فعلا؟ فاخدت فيها اكتر من صوره، انا فعلا بدأ ان انا اعرضها وبدأت الناس انها تقول لي انا حابه ان احنا ناخدها في معارض، وبدأت اطور فيها بشكل كبير. ايه الخامات كمان اللي استخدمتيها داليا في الرسم بالأكل؟ استخدمت كل الخامات، يعني تقريبا ما فيش خامة بحطها قدامي او اي نوع من الاكل ما برسمش بيه مهما كان صعب، حتى ان انا رسمت مثلا بالايس كريم كانت الناس شايفة انها حاجة مستحيلة لان هو بيسيح، فلا بس انا كنت حابة التحدي فيها انها عايزة سرعة ودقة، فكنت حباها قوي. طب كمان ومسحش استخدمت فعلا برضو ولا ايه؟ لا ما هي عايزة سرعة، يعني يعني ترسمي في بسرعة خلال قبل ما الوقت يسيح معين وبعد كده تسيح وكمان وخلاص. لا هي طبعا الايس كريم اكيد باكله. كمان ان انا رسمت بالبيبسي، ودي كانت اول رسمه تعتبر في العالم انها تتعمل بماده سائله، يعني لان صعب جدا الميه بتدخل على هل في بعض. صورة من اللي احنا بنشوفها دي مرسومة بالمياه الغازية؟ في انا فعلا أنهي واحدة؟ عرضت صوره أنهي واحدة؟ رسمتها لعمرو دياب. معانا صورة عمرو دياب يا جماعة؟ طيب هنشوفها. احنا شايفين يعني بعض حاجات واضح الخامة المستخدمة، يعني في حاجات واضح انها بالبطاطس، انا ببطاطس رسمت وعليها بالبطاطس والكاتشب. كاتشب. دي شهية كمان جدا، يعني الرسمة حلوة والأكلة حلوة. الرسومات دي بعد كده مصيرها ايه؟ بتتاكل؟ لا كانت في البداية قوي، يعني في بداية الفكرة ان انا عملتها واكلتها، لكن بعد كده طبعا حبيت اطورها، كمان ان انا استخدمت ان انا اكتب بيها خط عربي بالشوكلت مثلا واعمل منه لوحات، وحافظت عليها وحطيت عليه مادة، الحمد لله توصلت لها ان انا بقدر احافظ على الرسومات بيها، دي وكل صورة اللوحات عمرو دياب، تقريبا الاطباق انا معايا. اللي فاتت دي صورة عمرو دياب. طيب ال المادة السائلة على الورق، فعلا حافظتي ازاي على كيان الرسمة، يعني انه يفضل واضح ومعالمه محددة؟ دي كانت صعبة جدا، انا قعدت فيها تقريبا اسبوعين بحاول ان انا اطلعها، كانت كل ما اكيد ما نجحتش معايا من البداية. بعد كده بدأت ان انا احاول اثبتها، المية طبعا بتدخل على بعض،
لكن كانت عايزه تكنيك معين، كانت اولا عايزه ثبات ايد جدا، ان ايدك ما تكونش بتتهز او بتتحرك. كمان الماده اللي انا استخدمت بيها ان انا اخد الماده الغازيه واحطها على الورق، في ناس قالت لي ده مش ورق، يعني ده اكيد طبق، انا استعملتها على طبق وعلى ورق، بس في بدايه الفكره عملتها على ورق. وحتى لو على طبق برضه، ما هي هل انت بترسمي الاول الرسمه وبعدين تمليها بالاكل؟ يعني بتعملي الشيب او الحدود الخارجيه مثلا للوش والفستان بقلم وبعد كده يتملي ويتلون بالاكل، ولا هي من اولها لاخرها بالاكل؟ لا، في كده وفي كده، يعني في حاجات عملتها من اولها لاخرها بالاكل على طول، ما استخدمتش فيها اي ان انا اكون عامله لها اي تحديد، وفي رسومات حبيت ان انا احددها من البدايه اللي ممكن تكون لدقه الرسمه قوي، يعني مثلا رسمه عمرو دياب كانت دقيقه، فاحتجت ان انا قبل ما اتدرب عليها ان انا احدد بعض الاجزاء من الملامح، لكن في معظم الرسومات لا برسمها على طول بالاكل. وهل ممكن تلجأي للتلوين بعد ما تحطي الأكل، يعني تلونيه، ولا بتعتمدي على اللون الطبيعي بتاع المادة المستخدمة؟ لا اكيد طبعا اللون الطبيعي للماده، لان انا اصلا حابه فكره الاكل دي انها تكون ان احنا بس ما نقولش ان احنا ندور على الالوان، يعني ممكن يكون في ناس كمان ما عندهاش المقدره انها تشتري الوان مثلا بسعر معين، فما ممكن تستخدم نوع من التوابل العادي الموجوده، تستخدم ترسم بالملح اللي هي اي ماده او اي ماتيريال. فانا كمان حبيت ان انا اقول حتى لو اي حد ما عندوش مقدره انه يشتري الالوان، او لو انت في مكان اصلا مش متوفر معاكي السكتشات والحاجات الالوان وعندك فن وشفتي صورة وحابة تعبري بيها تقدري تعملي ده. طب لو تشرح لنا الصور اللي احنا بنشوفها دلوقتي، داليا معمولة من ايه؟ احنا بنشوف احمد حلمي ومعاه مجموعة، انا بس مش قادرة اميز عشان الصورة بعيدة، معمولة من ايه؟ رسمة أحمد حلمي دي كانت كلها لب، وكانت لب. لوحة يمكن كان فيها دقة قوي، لأن عشان تقدري تحددي الملامح لازم في بعض اللبات بتاكليها وتقشريها وتعملي بالقشر بتاعها ويتكسر وتبقى ليها زاوية معينة كمان هندسية قوي عشان تدي الملامح، يعني يعني باللب، باللب ولا بقشر؟ وأنهي نوع لب؟ لب وقشر اللب وقشر، وده نوع ايه؟ أبيض وسوبر وكل انواع كل انواع اللب. طب بعديه في فستان كمان دي صورة هي اللي بنتكلم عليها المعمولة باللب. بعدها في صورة فستان معمول تقريبا ببتيفور او كحك. هو انا مش ظاهر قدامي الصورة فمش عارفة اشوفها. انا برضو دي مين يا جماعه؟ انا مش شايفه كويس. ماجده، ليلى علوي. دي كنت مستخدمة ساندويتش، كنت مستخدمة فيها كل الخامات الاكل العادية، كان ساندويتش عادي وكانت من اللوحات المقربة ليا وكان طعمها لذيذ جدا. دي فيها كمان كريسبي كيرلز، بطاطس اللي هي الملولوه دي. يعني كمان يعني مشهيه. النوع ده من الفن يا داليا بيندرج تحت بند الرسم، ولا بيندرج اكتر تحت كل يعني ما هو تشكيلي؟ لا انا شايفه ان هو بيندرج لاكتر من حاجه، يعني انا اصلا بحب ان كل حاجه يبقى لها اكتر من زاويه، ما تكونش ليها زاويه واحده، يعني انت ممكن تستخدمي في الرسم بالاكل ده تحت بند انها بتحببك في الاكل، لو حد مثلا مش بيحب اكله معينه يقدر يشوفها بصوره يحبها، كمان بيندرج حوالين حته كده من فراعنه ان احنا كنا بالتحنيط، ففكره ان انت تقدر تحافظ على اكل ممكن يبوظ فتخليه مده طويله، ده كان بالنسبه لي تحدي وحاجه مختلفه. كمان بيندرج تحت نقطه التشالنج شويه، يعني انت تقدري ترسمي مثلا بالبيبسي او مثلا بايس كريم او باي حاجه صعبه، صح. ده شعر برضه محمد فيها صلاح تحدي. معمول بإيه؟ ده كان مكرونه كاتشب بس على طول. حاجات كده يعني لايت دايت كده بسيط كده خالص، مكرونه. طيب وفي صورة كمان أمير كرارة، انا مش دي هشغلها كانت دي، بالملح، ملح وفلفل. وكنت لا هي كانت كلها بالملح، وكنت حابة منها فكرة الصلابة شوية، صلابة الملح طبعا لأن في تمثيل المنسي وكده، فحبيت إنها ما تكونش من مادة طعمها حلو، تبقى مادة مرة زي ما بيقولوا، فحبيت دي قوي. فكمان يكون في مسج يعني من الرسمه. ايه اكتر الرسومات اللي تفاعل معاها الجمهور؟ تقريبا انا كل رسمه بنزلها بحاول انها تكون فكرتها مختلفه عن التانيه، ففعلا معظم الرسومات الناس حبتها وتفاعلت معاها بشكل كبير جدا واسعدني قوي وخلاني دايما عايزه اوصل حاجات اكتر، فرسمه محمد صلاح كانت من يمكن من اول الرسومات اللي الناس تفاعلت معاها بشكل كبير جدا، طبعا. رسمه الفنان محمد صبحي لانها ما كانتش سهله، كانت 10 اشخاص في طبق، ف
فكانت برضو الناس كانت يعني معجبة بيها جدا، فأكيد أكتر من رسمة الناس كانت معجبة بيها. رسمة المادة الغازية هل بترسمي مشاهير فقط، ولا عملتي مثلا مناظر طبيعية، بورتريهات؟ لا، في البداية أصلا كنت بعمل مناظر طبيعية وبورتريهات، وكمان كنت برسم 3D لأنه من الحاجات المحببة ليا قوي، ففعلا أنا استخدمت كل الحاجات دي يعني. بس بعد كده حبيت، لا حبيت ان انا اطور من رسوماتي، وان انا كمان استخدم الاكل في اللوحات الطبيعيه، ما تبقاش اللوحات الطبيعيه بس بالالوان، لا كمان استخدمها في الاكل. دي ففعلا يعني حاجة مبدعة جدا، أنا بشكرك شكرا جزيلا وبهنيكي، وبالتوفيق إن شاء الله داليا حسني، يعني من قررت أن تقدم هذه الرسومات بالأكل.